قام النظام باستهداف منطقة المرج بعشرات القذائف والراجمات والصواريخ، مما أدى إلى احتراق عشرات الدرمات من الأراضي في منطقة المرج. كانت أرض بلال العرعوري البالغ مساحتها 50 درم، وكانت على وشك الانتهاء من الحصيدة، كان نصيبها أن احترقت من بين هذه العشرات الدرمات. كما نلاحظ إلى الآن لا تزال الدخان يتصاعد من الأراضي المجاورة لهذه الأرض. أيضا بالطرف الآخر هناك أراضي لا تزال مشتعلة كما نلاحظ بين الأشجار، كمان بسبب القصف على المنطقة.